Hello everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا إلى درس رائع جدا اليوم. درس اليوم هو إيقاف الخربطة عند كثير من الطلاب الذين يقولون أنا أتخربط ما بين الأزمنة في اللغة الإنجليزية. الحقيقة الأزمنة في اللغة الإنجليزية هي 12 زمن، هي الأكثر اهتماما عند جميع دارسي اللغة الإنجليزية، وأهم ما تحتاجه أنت كطالب لدراستك اللغة الإنجليزية هي 8 أزمنة. الزمن اللي هو present simple المضارع البسيط، present continuous المضارع المستمر، past simple الماضي البسيط، والpast continuous الماضي المستمر، present perfect المضارع التام، present perfect continuous المضارع التام المستمر، future المستقبل، future continuous المستقبل المستمر. لو لاحظتوا أنني حاولت أن أنا أميز اليوم أو أوضح لكم اليوم الأزمنة الخاصة بالاستمرارية والأزمنة اللي هي غير مستمرة، وهذا ما يجعل كثير من الطلاب أنه بيتخربط، يعني يقول أنا مش عارف أسمع البريزنت كونتينيوس الباست كونتينيوس الفيوتشر كونتينيوس، أنا متخربط فيها. فدرس اليوم هينهي لك هذه العملية تماما. ركز معي ركز معي، درس اليوم هو درس بمثابة إنهاء مشكلة قواعد اللغة الإنجليزية أو أزمنة اللغة الإنجليزية. واحد يقول هل ضروري أن أركز عليها؟ طبعا عندما تتحدث اللغة الإنجليزية ضروري جدا أنك أنت تختار الزمن المناسب حتى يعرف الذي يسمعك أو يتحدث معك عن ماذا تتحدث، عن أي زمن، اليوم، غدا، بعد غدا، بعد أسبوع، بعد شهر، قبل قليل، عن عاداتك، كل هذا مهم جدا. أنا اليوم هشرح لك هذا الموضوع، وإنت إذا أردت شرح كامل مفصل عن كل زمن موجود في قناتي، يعني اكتب المضارع المستمر مع مراد هتظهر لك عدة فيديوهات، المضارع البسيط مع مراد، الماضي البسيط، كل زمن يوجد له درس مختص. لكن أنا درس اليوم لو لاحظتوا إنه أنا بحاول أعمل الصبورة كمقارنة، أريد عينك وعقلك يميز، يعني أريدك أن تنظر تقول أوه الزمن هنا يعني حصل كذا، قانونه كذا، لكن القانون هنا مختلف، أوه هنا أضفنا إس، هنا أضفنا أي نجي، كما سأشرح. لذلك قد يجد البعض الصبورة ممتلئة، ويعني بالعكس الدرس هو أفضل. أنا ممكن أعمل لك إياه على شكل مونتاج، يعني أتكلم والكتابة بتظهر وهذا أسهل لي، لكن لا، أنا أريدك إنه أنت كطالب تميز، يعني ترى الصبور أمامك وتجد هذا الزمن المضارع البسيط مقابل له المضارع المستمر، الماضي البسيط مقابل له الماضي المستمر، المضارع التام مقابل له المضارع التام المستمر، والمستقبل المستقبل المستمر. طيب ندخل الدرس مباشرة. إحنا عندنا اسم الدرس present simple المضارع البسيط، هذا قانونه اللي باللون الأزرق، هذا هو قانون كل زمن، هذا اللي تجده باللون الأزرق هو قانون، وهذا مثال على كل قانون. طيب يقول القانون، قانون المضارع البسيط، إنه تأتي بهي وشي وإت، ثم إذا جاء بعدهم فعل، إذا جاء بعد الهي أو الشي أو الإت فعل، تضيف للفعل هذا إس أو إي إس، ثم يأتي الأوبجكت أي المفعول به. واحد يقول أنا مش فاهم الكلام اللي بتقوله، هذا أي حاجة. طيب على عيني وراسي، إحنا في اللغة الإنجليزية أو في جميع الأزمنة هذه، هي كم زمن؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 أزمنة. أنت قلت أول 12 زمن، 12 زمن 4 أزمنة لا تهتم بهم كثيرا لأنهم غير مستخدمين، هذه 8 أزمنة التي تحتاجها. طيب واحد يقول نعود لموضوعنا اللي مش فاهم أي حاجة، جميع هذه الأزمنة أنت إذا أردت أن تكون جملة لابد أن تبدأ جملتك بالفاعل ثم الفعل ثم المفعول به. يا سيدي أنا مش عارف إيش هو الفاعل هذا، والله أنا مش عارف أنت بتتكلم في إيه. الفاعل هذا هو I، أنا، هي، هو، she، هي، it، هو أو هو أو هي الغير العاقل للجماد أو الحيوان، you، أنت أو أنتم، they، هم، we، نحن. يعني أنت أفهم من كلامك إنه أي جملة إنجليزية أو أي زمن من هذه الأزمنة عندما أريد أن أبدأ أول شيء أبدأ أكون مثال أضع الفاعل هذا، يا سلام عليك، عفارم عليك. هو هذا ما أريد أن أقوله، إن أنت في أي زمن من هذه الأزمنة هتبدأ الجملة دائما بالفاعل بالفاعل بالفاعل، I ولا هي ولا شي ولا، لابد أن تبدأ جملتك بالفاعل. لا كذا أنا بديت أفهم،
جميل، هذه النقطة مفهومة يا أستاذ مراد. هذه الأزمنة كلها نبدأ جملتنا بالفاعل، أختار الفعل كما أريد، أنا، هو، هي. هذا شيء جميل، هذا بسيط. الخطوة الثانية، حابين الخطوة الثانية يا أستاذ مراد، هي الخطوة الثانية هي اللي بتميز كل زمن عن الثاني. يعني هذا مضارع بسيط، الخطوة الثانية تختلف عن الخطوة الثانية في المضارع المستمر. الخطوة هنا لكن جميعهم الخطوة الأولى واحدة اللي تبدأ بالفاعل. طيب ركز معي هنا، يقول أنت تبدأ بالجملة كما قلنا، هي أو شي أو إت، فقط الهي أو الشي أو الإت إذا جاء بعدهم فعل تضيف إس أو إي إس، فقط الهي أو الشي أو الإت. لكن الآي أو اليو أو الدي أو الوي إذا جاء بعدهم فعل ما تضيف له إس كما كنت تضيف للهي والشي والإت. أعطيني مثال، يعني أنت ممكن تقول I like، لم نضيف إس للفعل، الفعل أين هو؟ like. يعني مش قلت تبدأ الجملة بفاعل، بدأنا الجملة بفاعل I ثم الفعل like، أنا لم أضف إس، أضفت إس في الجملة الثانية he likes. يعني هذا إيش القانون؟ هذا ما فهمت أنا. هو قانون المضارع البسيط يقول لك هذا الكلام، يقول لك لو سمحت أنت تبدأ جملتك بالفاعل تقول له نعم، والفاعل هذا مش سبعة he وshe وit وare you they we، تقول له نعم. يقول لك أنا أطلب منك إذا أنت وضعت فعل، إذا وضعت فعل بعد الهي أو الشي والإت هتضيف للفعل إس، هذا اللي بطلب منك فقط بالهي والشي والإت، بينما الآي واليو والدي والوي لا تضيف للفعل، لا تضيف للفعل إس. هنا I like sport، أنا أحب الرياضة، he likes فأضفنا الإس music، هو يحب الموسيقى. وانت تقدر تعمل أمثلة كثيرة، I go، I go، الجو لم نضيف لها إس لأن القانون يقول فقط بعد الهي والشي والإت. فلو قلت مثلا هي ولا شي ولا محمود goes، وهنا نضيف ES إذا الفعل انتهى، إذا الفعل انتهى ب O ب X ب S ب S S ب، يعني هذه تعتبر تضيف لها ES، يعني نفس قانون الجمع. هذا المضارع البسيط. نشوف ما يقابله بالمستمر. القانون هنا يختلف عن القانون هنا. قانون هنا إنه الهي والشي والإت تضيف للفعل إس، والآي والي والدي والوي لا تضيف للفعل إس. هنا القانون لا يختلف 180 درجة، يختلف 180 درجة. إنك أنت تأتي بالفاعل ثم تأتي بآم وإز وآر، هنا آم وإز وآر هنا غير موجودين. ركز معي، القانون يختلف. هنا لا يوجد آم وإز وآر، يعني أنا لم أقول آي آم، لم أقول هي إز، لا يوجد آم وإز وآر. فإذا الأساسي، الأساسي الفرق الأساسي إنه هنا يوجد آم وإز وآر، ثم تأتي بالفعل ثم تضيف للفعل آي إن جي ثم مفعول به. وهتقول أنا مش عارف إيش معنى مفعول به. مفعول به يعني دائما يأتي بعد الفعل، يعني أنا أكل التفاح، التفاح هي المأكولة، أنا أشاهد التلفاز، التلفاز هو المفعول به، يعني بسيطة مفعول به. طيب نأخذ مثال على ذلك، آي يام والفعل go، أضفنا الفعل I ing والمفعول به، شوف أنا وضعتها مفتوحة، I am going to، أنا ذاهب إلى باريس لندن، يعني غيرها كما تريد. مثال آخر، بدأنا بالفعل الجملة بفاعل he ثم is ثم sleep ثم أضفنا I ing. هذا قانون مضارع المستمر بكل بساطة، إنك تأتي بالفاعل ثم am ولا is ولا are، وضعنا هنا am، وضعنا هنا is لأن is مع he وshe وit، ووضعنا الفعل ING كما تلاحظ هي is sleeping، وهذا يعني إن هذا الفعل يحدث الآن، لكن هذا الفعل يعني يحدث يتكلم عن العادات. طيب ننتقل للزمن الباست سيمبل، الماضي البسيط. الماضي البسيط بكل بساطة تأتي تبدأ الجملة مش قلنا بفاعل، مش اتفقنا عليها هذه النقطة، ثم تأتي بالفعل، أي فعل، أي فعل وضيف له ED يصبح هذا الفعل في الماضي، مثل play played. لكن ليس جميع الأفعال عندما تضيف لها إيدي تصبح ماضي، فهناك أفعال تسمى أفعال شادة، يعني ما يقارب 100 وشوية، لا تخاف، اللي تحتاج تقريبا 70-80 فعل. هذه الأفعال لا تتبع قانون أنك تضيف لها إيدي فتصبح ماضي، فتسمى أفعال شادة. وأنصحك أنك تشاهد يعني اكتب الأفعال الشادة مع مراد، في شرح كامل للأفعال هذه وتفيدك جدا. طيب أنا أتيت إلى الماضي، الماضي البسيط، خذ بالك past simple ماضي بسيط، مثل هنا present simple كله simple هنا بسيط، وهنا الاستمرارية هذه الجهة هي المستمر. طيب I played هذه الED، هنا I went هي أصلها go، أنا أذهب، الماضي منها I went، هذه كما أخبرتك هي من الأفعال
التي لا تأخذ إيدي فتسمى أفعال شاذة، وهذا عليك فقط حفظها. يعني I went to Paris. I saw. saw ماضي see. see يرى. I saw. أنا رأيت توم. I saw توم. I went to. أنا ذهبت إلى. I played مثلا football أو غيره. طيب تعال نشوف في الجهة المقابلة الماضي المستمر. يعني هذا ماضي بسيط، هذا ماضي مستمر. القانون مثل القصة اللي السابقة، مختلف تماما. هتبدأ بالفاعل، ثم was where. والwas where هي الماضي من الآم is والآر، ثم فعل، ثم ing، ثم object. يعني باختصار انت لو تحفظ القوانين هذه، انك انت هنا بعد الهي والشي والاتي تضيف فعل، تضيف له اس، انه بعد الفعل هنا تضيف ايدي وفي هناك افعال شاذة، انه بعد الآم والإز والآر تضيف ing، was where تضيف ing، هذا ماضي مستمر، هذا هي هذه القصة كلها. لما تحفظ القانون، يعني يكون عقلك حافظ القانون، يصير سهل عليك انك انت تكون مثال نفس ما انا عملت. يعني انا بدأت الجملة بفاعل، ثم اتيت بواز، ثم فعل، ثم ضفت الفعل اي نجي، والمفعول به اللي كنت اكله هو الغداء الساعة الثانية. يعني I was eating lunch at 2. انا كنت اكل الغداء الساعة الثانية. إذا معناته انه هذا ماضي بسيط وهذا ماضي مستمر، هذا مضارع بسيط، هذا مضارع مستمر. واحد يقول لي انا اوكي القوانين بدي افهمها معاك وتكوين الجمله، بس الاستخدام مش خلي الاستخدام الاخير اعطيك اياه على رواقه احسن، صح؟ عشان ما اخربطك. المضارع التام present perfect قانونه، والpresent perfect continuous. ندخل في مقارنه بينهم. هنا القانون يقول تبدا الجمله بفاعل ثم have او has، ثم الفعل يكون في حاله الباست بارتيسيبل، يعني الماضي التصريف الثالث. ما هو التصريف الثالث للفعل؟ ثلاثه اشكال. التصريف الثالث دائما، الشكل الثالث تضعه دائما بعد الهاف والهاز، وهذا يدخل عليه أيضا في الأفعال الشاذة اللي في الفيديو اللي أخبرتك عنه. طيب I have seen، كما أخبرتك هي أصلها see saw، والتصريف الثالث منها seen. see يرى مضارع، saw رأى، وseen أيضا رأى. يعني I have seen Tom تعني أنا رأيت توم، ولكن للتو. يعني she has finished، ركز انه ايضا finished هو التصريف الثالث. يعني احنا قلنا الفعل لو finish ينتهي، finished انتهى، والتصريف الثالث finished ايضا انتهى. she has finished her homework، هي انهت واجبها. لما ناتي الى المضارع التام المستمر الوضع مختلف. القانون subject ثم have ثم has ثم been، لازم been، لازم been، ثم فعل، ثم ing، ثم object. طيب I مثال I have been playing، انا صار لي بلعب يعني اي حاجه فوتبول since منذ الساعه الرابعه، او تستطيع ان تقول for 3 hours لمده 3 ساعات. يعني يا اما تقول I have been، معناتها انا صار لي، انا بقالي بلعب منذ الساعه الرابعه، او تجمع الوقت كله وتقول for 3 hours. طيب اخر شيء عندنا الفيوتشر. الفيوتشر امره بسيط، تبدا الجمله بفاعل ثم will ثم فعل. الفعل هذا لازم يكون infinitive مصدر. بمعنى infinitive مصدر يعني الفعل بدون اي اضافات، لا ing، لا ed، لا s، لا er، ولا اي شيء. الفعل في حالة المضارع كما هو، ثم object. مثال على ذلك I will go، انا سوف اذهب. I will eat، انا سوف اكل. I will play، انا سوف العب. I will study، انا سوف ادرس، وهكذا. او he will study، هو سوف يدرس، كما تريد. هنا القانون يختلف، تبدأ بفاعل will نفس الطريقة، فاعل will، لكن هنا الفرق انه في بي، يوجد بي، وهنا ايضا البي بعدها الفعل تضيف له ing ثم object. مثال على ذلك I will be sleeping، انا سوف اكون نائما الساعة الثانية. جميل جدا. واحد يقول انت ايش حاب توصل لنا؟ حاب اوصل لك اكثر من نقطة. النقطة الاولى، كيف تعرف أزمنة الاستمرارية؟ أيوة، كيف أعرف أزمنة الاستمرارية؟ أزمنة الاستمرارية عشان أسهل لك الجهة هذه هي حالة الاستمرارية، صح؟ هعطيك زبدة أو خلاصة. لو تركز إنه حالة الاستمرارية دائما تكون يعني الـ ING هذه بعد إيش؟ بعد الـ B أو بعد الـ IS أو بعد الـ AM أو بعد الـ R أو بعد الماضي منهم was أو بعد ال where أو بعد ال been. واحد يقول يعني عيد شوية. أنا الآن حاب أفهمك، أنت ممكن تتخربط تقول أنا مش عارف الحين متى أستخدم ال ing،
الاستمراريه. الاي ان جي هي رمز الاستمراريه، هذا الاي ان جي هو رمز الكونتينوس. شوف كونتينوس كونتينوس، شوف كلمه كونتينوس تحصل اي ان جي، كونتينوس تجد الاي ان جي. جميل. طيب جميل، ركز معي ركز معي، انت متى تضيف الاي ان جي؟ انت تضيف الاي ان جي بعد البي وهو المستقبل المستمر، تضيفه بعد الاز والام والار وهو المضارع المستمر، شوف بعد الواز والوير وهو الماضي المستمر، شوف واز والفعل بعد البين وهو المضارع التام المستمر. حبة حبة عليا، أنا وعدتك إنك أنت اليوم الأزمنة هذه هتنتهي إن شاء الله منها. حبة حبة. واحد يقول أنا متى يعني أستخدم الآي إن جي؟ استخدام الآي إن جي بعد البي الآم إز آر واز وير بين، غير كذا خلاص، يعني غير هذا ما أستخدم الآي إن جي؟ لا لا أستخدم الآي إن جي في الأزمنة فقط، لا تستخدم الآي إن جي إلا في البي والإز والآم والآر والواز والوير والبين، وكما وضحت لك بعد البي مستقبل مستمر، بعد الإز آم آر المضارع المستمر، بعد الواز والوير هو الماضي المستمر، بعد البين هو المضارع التام المستمر. ريحتك أنا كذا؟ فهمت أنت الاستمرارية. طيب جميل، بالنسبة للمضارع البسيط خلاص قانونه بسيط جدا، بعد الهي والشي والإت إذا جاء فعل ضيف له إس، بعد البقية آي لا تضيف للفعل إس، أي جو هي جوز، I play, he plays. She cooks, we cook. We cook بدون إس، بسيطة. الماضي البسيط تضيف ED أو تحفظ الفعل الشاذ. المضارع التام إنه أنت تضع التصريف الثالث دائما بعد الهاف والهاس. واللي يقول أنا متخربط بين المضارع التام والمضارع التام المستمر، لا هنا في بين، هنا لا يوجد بين. I have على طول فعل تصريف ثالث، هنا لا يوجد بين. المستقبل من أسهل الدروس، I will go, I will play, I will study, I will visit، هذا بسيط جدا يعني. الاستمرارية فقط أن يضيف بي وتضيف الفعل عين يجي. طيب نأتي لآخر نقطة ننهي الموضوع، الاستخدام. كل هذا على عيني وراسي، أنا متى أستخدم هذه الأزمنة؟ هذا الزمن بتستخدمه عندما تتكلم عن العادات، هذا الزمن بتستخدمه عندما تتحدث على الفعل الذي يحدث في نفس اللحظة من الكلام الآن. ماذا تعمل؟ I am teaching، أنا الآن جالس أدرسكم، I am teaching. هذا الماضي بتستخدمه عندما تتحدث عن فعل حدث وانتهى وخلص. أما الماضي المستمر أنت بتتحدث على وقت محدد، وقت محدد في الماضي. يعني خذ بالك أنا لم أقول I was eating وسكت، أو I was eating lunch. I was eating lunch at 2 o'clock، يعني أنا بحدد وقت في الماضي. طيب وهنا؟ لا أنا لم أحدد، يعني أنا لعبت، ممكن تقول يسترداي، لم نحدد الساعة الفلانية أو عندما حصل كذا. المضارع التام له استخدامات متعددة حقيقة، لكن أشهرها عندما تتحدث على الشيء الذي حدث للتو. يعني أنت لما تقول I have seen Tom، يعني أنا رأيت توم للتو، هي مش موجودة كلمة للتو، لكن هي مفهومة في المضارع التام إنه من أمثلة، إنه من استخدامات، إنه أنا يعني أكلت هذا الشيء للتو. يعني واحد يقول لك تفضل كل حاجة، تقول له thank you I have eaten، أنا للتو أكلت. لكن المضارع التام المستمر وضع مختلف، أنت بتستخدمه عشان تذكر المدة. يعني ما تقول I have been playing، أنا صار لي بلعب، أنا صار لي. يعني أنت يا أستاذ مراد قديش صار لك بتدرس؟ I have been teaching، وأنا أضفت الآي إن جي، since منذ 1996، أو ممكن أجمع المدة كلها وأقول for 25-26 years وهكذا. طيب المستقبل، المستقبل هذا للأشياء اللي أنت هتعملها، I will go, I will play, I will study. لكن المستقبل المستمر هو يشبه الماضي المستمر، أنك تتكلم على شيء في المستقبل في وقت محدد. ركز إنه أنا أيضا كتبت at 2 o'clock، يعني واحد يقول لك أنا إن شاء الله هزورك الساعة 12 الليل، لا 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 لا، I will be sleeping at 12، هكون نايم الساعة 12، لا لا لا، هكون في منتصف نومي. لا طيب في إيش الفرق؟ الفرق أنك أنت تقول هنا I will sleep، أنا سوف أنام، لكن عندما تتحدث I will be sleeping يعني تقول واحد لا تزورني الساعة 12، هكون نايم، يعني هكون في منتصف النوم. وهذا بنحتاجه في اللغة العربية، واحد يقول لك يا إيش رأيك بكرة يجيك إن شاء الله الساعة 4 ونتغدى؟ 4؟ 4 هكون أنا جالس أمتحن، هكون بتغدى، بكون نايم، هكون شغال في الشركة لأنه دوامي ينتهي الساعة 6، مش إحنا بنقول هذا الكلام؟ هكون بعمل أشياء الفلاني، هو المستقبل المستمر. مش حاب أطول الفيديو، أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا منه، واللي هو يبعد عن السبورة أشوفها كلها، أخذ لها صورة، خذ لها صورة وأنا معاها، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح.
شارك الفيديو هذا مع غيرك، خليهم يستفيدوا، واضغط لايك اذا عجبك الفيديو. Thank you very much. Good luck. حظا وفقا. And see you soon. اراكم قريبا. مع سلامة الله.